على مدار أشهر تحتضن باريس معرض الصورة الفوتوغرافية التي تجسد حوالي 80 عاماً من حياة الباريسيين منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن، كما تراها عدسة وكالة ماغنوم فوتو العالمية الرائدة. معرض باريس ماغنوم يؤرخ لباريس عبر الأزمنة. الصورة الأقدم في المعرض تعود إلى عام 1932، أما أحدث صورة فقد التقطت عام 2012. في المعرض نجد صوراً تواكب الأحداث على غرار تحرير باريس أو أحداث مي 1968. المعرض الذي يقام في مقر بلدية باريس الكبرى حتى 21 من شهر نيسان أبريل يضم تواقيع أشهر كبار مصوري الوكالة أمثال روبرت كابا وهني كارتي بريسون وغيمون ديباردون، الذين شكلت الصور التي التقطوها توثيقاً لأهم الأحداث التاريخية خلال القرن الماضي ما قبل الحرب العالمية الثانية، مروراً بالثورة الفرنسية التي غيرت حياة المجتمع الفرنسي من جميع النواحي. المعرض يعكس الذاكرة البصرية التي ينقلها جيلنا إلى الأجيال القادمة والتي ننساها أحياناً. إنه عودة إلى الماضي وهذا شيء رائع. إنها شهادة لحقبة تاريخية لبلادنا، وهو أيضا مرتبط بالجبهة الشعبية ونمط حياة الباريسيين في ذلك الوقت. ما شدني فعلا صور إضراب عمال مصنع رونو وكيفية التضامن بين المواطنين، وهذا أمر مهم وقفت عليه في تلك الظروف. الصور المعروضة تميزت بالتقاط لمحات إنسانية معبرة، حيث تمكنت من رصد الحياة اليومية للباريسيين بالإضافة إلى الأحداث التاريخية وصانعيها، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق الجنرال شارل دوغول كشخصية مرموقة أثرت في تاريخ فرنسا القرن الماضي. تأتي قيمة معرض ماغنوم من خلال تقديمه نموذجاً يتجاوز الخلاف بين التصوير الفوتوغرافي والممارسة الفنية، ما يشكل مساراً فنياً جديداً فريداً من نوعه في مجال التصوير الفوتوغرافي، أسهم أكثر في ازدهار الصورة. مليكة ليشاني لبرنامج اليوم على الحرة، باريس.